يا معلم هم 2 مليون جنيه. طب وانا عمري اتاخرت عنك في حاجه؟ يبقى اديني اسبوع. يبقى اديني خلاص اتفق، المليون بكره وبعديها باسبوع تاني المليون، وانا في اخر الشهر زي ما قلت لك على مواعيدي. جهزهم لي وهبعت حد ياخدهم منك. طب اقفل دلوقتي يا معلم واكلمك تاني حد معاك المواعيد بقى. لا جالي حد بس كده. ماشي ساعة. انت فاكر لما تقفل تليفونك وتغير نمرك انا مش عارف اوصلك؟ يا عم الناس تخش تخبط تقول سلام عليكم ازيك، ادالك اني هربان، ما انا قاعد اهو في المكتب. لا يا راجل، يعني انت لقطتني مع الديانة والبوليس واخر موضوع موضوع دينا وانت ولا على بالك. حتى دينا مالها؟ دينا يعني انت سايب الديانة والبوليس ومركز مع دينا؟ ما تخلص يا سالم، تقول مالها دينا؟ حامل يا حبيبي. مبروك يا عم. مبروك ليك انت يا حبيبي. سالم ما تستعبطنيش بقى وتيجي تلبسني بقى على اخر اليوم. تروح ملبسني انا؟ طب بص يا سالم، عشان انا المفروض اطير كمان شوية، فلو عندك كلمتين عايز تقولهم يا ريت تقولهم عشان انا المفروض امشي. لا ما انت هتطير فعلا يا حبيبي. دينا عندها الايدز. تاني يا اخويا اندهشت ليه يا حبيبي؟ ما سمعتش ولا ايه؟ اتطرشت مرة واحدة؟ مش كنت هتطير من شوية ولا ايه؟ ادي، الله يخرب بيتك. ما كل واحد يشيل شيلته بقى يا معلم. شلتوا ايه؟ احنا في مصيبة يا سالم. انا بكره اليوم اللي عرفتك فيه، كان يوم اسود بصراحة. وبعدين هنعمل ايه في المصيبة دي؟ يا عم ما تغور في داهية، انا هعمل لك ايه؟ سلام، انا بتكلم معاك. ياسر،